نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول وقد تكرر سؤاله: ما رأيكم في من يقول إن الحملة التركية التي كانت زمن المؤلف إنما كانت من قبيل قتال البغاة والخوارج لأن أهل الدعوة خرجوا على الدولة العثمانية بزعمهم؟ الدولة العثمانية قلنا كم مرة أنها لم تستولي على بلاد نجد، وإنما بلاد نجد بأيدي أمرائها من آل سعود وغيرهم، ما استولت عليها الدولة التركية ولا تعبأ بها، لكن لما ظهرت دعوة التوحيد خافوا منها، هم خافوا على أنفسهم من دعوة التوحيد فجاءوا يقاتلونها ليقضوا عليها، يخافون من أنها تمتد إلى بلادهم وتقلب الناس عليهم، فهم قاتلوهم خوفا منهم لا لأنهم خرجوا عليهم، ما ادعوا أنهم خارجين عليهم. هاتوا لي من أي كتاب من كتبهم أو من وثائقهم أنهم قاتلوا أهل نجد لأجل أنهم خرجوا عليهم، أبدا ما فيه، لأنهم ليسوا في ولايتهم. نعم.